إذن مشاهدين، مسائل كثيرة متعلقة بالمواريث يكون فيها سهم المرأة أكبر من سهم الرجل في الميراث. هذا ما بيّنه الدكتور بنعاس أستاذ أصول الفقه الإسلامي بجامعة الأمير عبد القادر إجابة عن أسئلة زميلة راضية بالجدوي التي كانت تبحث عن سبب عدم المساواة في الميراث في نصوص الشريعة الإسلامية. نتابع. الميراث في الشريعة الإسلامية تقسيم لتركة الميت على أهل التركة سواء من جنس ذكر أو أنثى، وبالنظر إلى ما تتمتع به المرأة في شريعتنا الإسلامية يمكن الوقوف على فرص عديدة بها مكنتها من الحظوة بحصص في الميراث تفوق حصة الرجل حسب حالات يدقق في تفصيلها أساتذة من قسم أصول الفقه من جامعة الأمير عبد القادر. حالات كثيرة ترث المرأة أكثر من الرجل، فمثل ما يذكر الفقهاء يقول فمن توفي وترك زوجة وبنت وأم وأختين لأم وأخ شقيق، فيقولون الزوجة لها 3 أسهم من أصل 24 سهم، والأم تأخذ 4 أسهم، والأخ الشقيق يأخذ 5 أسهم. فنجد هنا المرأة تأخذ، كل النساء يأخذن جماعة أكثر من الرجل. ويذكر لها كذلك الفقهاء مثالا فيقولون من ماتت عن زوج وابنتي ابن وابن ابن الابن، فيقولون الزوج يأخذ 3 أسهم من أصل 12 أصل المسألة، وابنتي الابن يأخذ 8 أسهم. وبالتالي فنجد هناك حالات. فادعاء أن الإسلام قد ظلم المرأة في الميراث ادعاء لا يصح، لأن الله أعلم بتشريع الميراث من غيره، فالله أعطى المرأة ما تستحق وأعطى الرجل ما يستحق. التميز في الحظوة بالتركة أو الميراث بين الرجل والمرأة لها دلالة وحكمة حسب الشريعة الإسلامية يتقبلها المواطن قبل الفقيه في الدين. تقسيم للميراث تقسيم عادل، يعني يستحيل أن يصل العقل البشري لما وضعه الله عز وجل. حالات الميراث عندنا يعني في 14 حالة من ضمن 20 حالة تاع الميراث ترث فيه المرأة أكثر من الرجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. قضية الميراث فصل فيها الله سبحانه وتعالى وأعطى للرجل حقه وللأنثى وللمرأة حقها. في الشرع حالات يرث فيها الرجل أكثر من المرأة بضعفين، وفي أخرى ترث المرأة نصف الرجل وفي ذلك حكمة. في حالات كثيرة يرث فيها الرجل أكثر من المرأة بضعفين، أو المرأة ترث نصف الرجل، فيذكر مثلا الفقهاء وجود الابن والبنت في الميراث فقط، كأن يتوفى الرجل وليس له زوجة ويترك ابن وبنت، فهما هنا المرأة تأخذ نصف الرجل. فبالنظر في هذه التقسيمات نجد أن الشريعة تعطي المال مناصفة بين الرجل والمرأة، وتعطي هذه التركات يعني بتمايز، يأخذ الرجل أكثر من المرأة، وفي حالات كثيرة تأخذ المرأة أكثر من الرجل. تقسيم الميراث على الجنسين في الشريعة الإسلامية متعلق بحكمة سامية ونبيلة تعكس إقرارا للعدل وتقدير لمقام كل من المرأة والرجل بديننا الحنيف.